بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق الشوط 18 في المجموع والشوط 8 للفطايم. نسير مع البداية ونسير مع مقدمة الشوط. أجد على المركز الأول جلمود حمد بن سعيد بن حمد الجنيبي يتقدم مع جلمود، بينما المركز الثاني الدخول هناك من أيضا شعار الجعفري على المركز الثاني، تواجد من شاهين فيصل بن خميس الجعفري يتقدم مع المركز الثاني ثانية، والمركز الثالث لماح غادم عيد بن عبيد بن حمود العويسي على المركز الثالث، والمركز الرابع هناك مرموق تركي بن محمد بن علي الزرعي، ولكن العودة مع الجعفري. الجعفري من يتصدر، فيصل بن خميس الجعفري هنا على مقدمة هذا الشوط بدون يوامر ولا شبه وامر، يريد أن يرسل السلامات هناك إلى أهالي الأشخرة، إلى أهالي الأشخرة سلام 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 لمين الأشخرة، سلام سلام يا الأشخرة سلام. ما شاء الله على هذا الأداء الجميل، شاهين فيصل بن خميس الجعفري يفوز بهذا الشوط. المركز الثاني جلمود حمد بن سعيد الجنيبي، المركز الثالث لماح عبيد بن حمود العويسي، والمركز الرابع مرموق تركي بن محمد بن علي الزرعي، والمركز الخامس المركز الخامس مع اللجنة. تهانينا والناموس لفيصل بن خميس الجعفري على فوز شاهين بالمركز الأول.